عليكم. On my way to France to Paris, ما شاء الله. I stopped you, ما شاء الله, in Belgium. Yeah, correct. And I meet you. What's your name and where are you from? Ahmad, I'm from Afghanistan. Allahumma barik. Ahmad from Afghanistan. Let's see if my brother from Afghanistan can recite something from the Quran. What's your favorite surah? Yeah, Alis. Alis? Yeah, correct. Everything. His favorite surah, everything. But choose one surah, inshallah. Yasin al-Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. حسبك ما شاء الله برودر ما شاء الله اللهم بارك والله this brother ما شاء الله is Afghani مجاهد I say مجاهد soldier of Allah ما شاء الله Afghanistan needs to be proud of my brother Ahmed not just Afghanistan the whole Islamic country حياك الله my brother ما شاء الله keep going